بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بالضيوف الكرام، وأود في البداية أن أقول أنه في ظل تقلبات سعر النفط وارتفاع سعر المواد الأساسية وشح الموارد المالية للدولة وانزلاق سعر الدينار وتسديد بعض القروض السابقة، أقول أننا والحكومة في وضع لا نحسد عليه. ولا أريد أن أدخل في الأرقام والإحصائيات التي يشكك فيها البعض، بل ويكذبها البعض الآخر ويقدم أرقام على أنها صحيحة قد تكون من معهد إحصاء موازي، ولكن أقول أن هذه الحكومة هي حكومة كل التونسيين بمن معها ومن ضدها، جاءت إثر انتخابات وستذهب أو تبقى بعد انتخابات، ولن نخاطب هذه الحكومة بأنكم فعلتم أو فشلتم أو نجحتم، ولكن أقول إن فشل الحكومة هو فشل لكل التونسيين ونجاحها هو نجاح. أغلق هذا القوس. سوف أتكلم كمواطن عادي يسمع بأن نسبة الإنفاق في ازدياد، وإن النسبة الكبيرة لهذا الإنفاق تتجه إلى الدعم، غير أنه لا يجد نفسه في هذا الدعم، وأن هذا الدعم لا يستفيد منه ضعيف الحال بل يذهب إلى أناس آخرين. فالرجاء إيجاد حل عاجل لهذه المعضلة وأعطاء الدعم لمستحقيه. مما نطالب به هو تسريع وتيرة الإصلاح. جزء كبير من تأخر المشاريع مرتبط بأن الجهاز القديم ما زال هو من يملك المفاتيح، وقد يكون الشعب متفهم لتأخر المشاريع أو عدم إنجازها، لكنه لا يفهم تأخر الإصلاح ومقاومة الفساد، وهو يريد أن يفهم فليس أقل من مصارحته. العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي ضرورة ملحة، إذ أن الموظفون البسطاء فقط هم من يواظبون أو من تؤخذ منهم الجباية فقط. توفير المناخ الملائم للاستثمار هو في جزء كبير يرجع للحكومة، وفي الجزء الآخر يرجع لأبناء هذا الشعب، فلا بد من تكاتف كل الجهود. الحقيقة المتجول في الأسواق أو في المساحات الكبرى يرى أن كثير من البضائع أغلبها من الخارج، وهنا وأمام دعوة الجميع إلى التخلي عن القروض أو الحد من القروض، فإنني أدعو كما يدعو البعض إلى اقتصاد حرب، يعني يفرض علينا عدم استيراد الكثير من الأشياء، فنصف ما نشتريه تقريبا يمكن التخلي عنه، ليس من ضروريات الحياتية. شكرا سي عبد الحليم.